بتحدك الدنيا وتبعدك عن الشخص المناسب، بس مو هنا المشكلة. المشكلة انه هالشخص راح يبقى فيك ولا يفارقك حتى لو جاء شخص اجمل منه بمليون مرة. بتحس ان هالشخص له نكهة خاصة وله جو خاص وله سوالف ما تطلع الا معه. بتلاقيك تتنازل عن عقلك في كل مرة تكون معه، ومع غيره انت كلك عقل. هالشخص اللي ما اقدر انساه انا ولا تنساه انت ولا ينساه غيرك. هالشخص راح يبقى مثل الدم في جسدك، يمشي ممشى الوريد. ممكن تلاقي شخص غيره وممكن تلاقي شخص مناسب، لكن هالشخص راح يبقى الاول بقلبك، وراح تبقى الجمله الوحيده اللي داخلك له كثر كل شيء وحش.